بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من ملوك الصلاه. زي ما عودناكم كل يوم جمعه من 7 ل 9 بنطلع مع حضراتكم عشان نعرف اخر اخبار الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي وايضا خارج النادي الاهلي، والاخبار المهمه اللي بتحدث على الساحه في الالعاب الاخرى. هي حلقتنا النهارده هتكون 3 اجزاء، او الجزء الانترو اللي انا مع حضراتكم فيه دلوقتي هنقول اخبار حصلت خلال الاسبوع ده داخل النادي الاهلي تخص الالعاب الاخرى والعاب الصالات طبعا، وكمان عندنا بعض التقارير المهمه اللي بننقل لكم فيها الحدث لغايه عندكم، وهيكون معانا الفقره الثانيه الاستاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا الرياضي. الحقيقه كان من 10 ايام حصل اجتماع في طنطا للجنه الانديه المحترفه لكره القدم، يمكن هيبقى غريب شويه كره القدم النهارده، ولكن كان مهم جدا يبقى معانا استاذ فايز عريبي عشان نعرف تطورات لجنه الانديه المحترفه، لان الحقيقه في ناس كتير جدا ما عندهاش معرفه او معلومه جيده عن هدف هذه اللجنه وسبب تاسيسها وكمان الاجراءات اللي اتخذت فيها، لان ده موضوع مهم. وكمان في طفره بتحصل جوه نادي طنطا من ناحيه العاب الصالات، الحقيقه محتاجين كمان نشوف الدنيا عندهم فيها ايه وماشيه ازاي في نادي طنطا، يعني مهم جدا ننقل لكم طبعا اهم الاحداث. عندنا الفقره الثانيه هيكون معانا ياسر عادل بطله مصر في الاسكواش واللي انضمت اخيرا للنادي الاهلي، هي كانت بنت النادي الاهلي ولكن انتقلت فتره راحت نادي هليوبلس وبعد كده رجعت النادي الاهلي تاني، انتقلت هليوبلس لان كان عدم وجود ملاعب جوه النادي الاهلي وكانت اللعبه شهدت الحقيقه انطفاء شويه في النادي الاهلي، ولكن بعد طبعا انتهاء مجمع الاسكواش في النادي الاهلي منذ حوالي 2.5 سنين بدات اللاعبين كلها المهاجرين واللاعبات المهاجرات في النادي الاهلي ترجع تاني للنادي الاهلي، والحقيقه دي كانت طفره من ضمن الطفرات الانشائيه اللي حصلت داخل النادي الاهلي. الحقيقه يثرب لسه راجع من بطوله مكاوي في الصين، فازت بالمركز الاول، فازت على لاعبه رنيم الوليلي، لاعبه تصنيفها عالي ايضا على مستوى الاسكواش. هنتكلم طبعا في كل الامور دي لان الحقيقه الامور دي مهمه جدا ان احنا نحط عليها الضوء مع حضرتك. خلينا ابتدي معاكم الاخبار. يمكن عندنا اول خبر النهارده بطوله التنس المفتوحه تنطلق اليوم باهلي مدينه نصر. انطلقت اليوم ببطوله اهلي مدينه نصر المفتوحه للتنس والتي تستضيفها ملاعب التنس بمقر النادي الاهلي بمدينه نصر في الفتره من 29 سبتمبر الجاري وحتى 13 اكتوبر المقبل. الحقيقه انا عايز اقول حاجه، ملاعب التنس في نادي مدينه نصر تم تطويرها بالكامل ونقل مكانها، يعني كانت يعني الحقيقه برضو تضاف للطفره الانشائيه اللي حصلت ان الملاعب كانت حالتها يعني صعبة شوية، اتنقلت في حتة تانية وأصبحت يعني أحسن بكتير وأصبحت جاهزة لاستضافة بطولات كبيرة زي بطولة الأهلي مدينة نصر المفتوحة للتنس. والتنس الأهلي يفوز على الظهور بالدوري، برضو خبر يخص التنس أيضا. حقق فريق التنس بالنادي الأهلي الفوز في ثاني مبارياته بالدوري العام على فريق الظهور بنتيجة 9-1. النتيجة بتحسم إزاي؟ في مراحل سنية بتلعب كتير مع بعض، الناديين بيلعبوا المراحل السنيه مع بعض، يعني مرحله 13 بتلعب 13 يعني وهكذا، وبياخدوا في المجمل والرجال وبعد كده السيدات بيلعبوا بعض بياخد في المجمل النتيجه، النتيجه كانت 9-1، واضح التفوق الكبير للنادي الاهلي في المباراه التي اقيمت بينهم على ملاعب نادي الظهور، وكان الاهلي قد فاز بمباراته الاولى بالدوري في اغسطس الماضي على صيد اكتوبر بنتيجه 7-3. وشارك الاهلي في المباراه مختلف المراحل السنيه بنين وبنات بالاضافه للعمومي رجال وسيدات زي ما وضحت لحضراتكم منذ ثواني يعني. خبر يخص اليد الاهلي، يد الاهلي على راس المجموعه الثالثه في بطوله افريقيا. الحقيقه الحدث الاكبر ان شاء الله هيكون في بطوله في شهر اكتوبر الجاري، هي طبعا بطوله افريقيا للابطال الدوري لكره اليد وهتقام في تونس في الحمامات. يد الاهلي على راس المجموعه الثالثه في بطوله افريقيا، اسفرت قرعه دوري ابطال افريقيا لكره اليد عن وقوع الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الاهلي على راس المجموعه الثالثه برفقة كل من الحمامات التونسي، طبعا ده المستضيف البطوله، وفانز الكاميروني واو سي اي الكونغولي والاهلي الليبي. الحقيقه مجموعه قويه، يمكن دي اقوى مجموعه وعددهم قليل برضه مش كتار، عددهم 4 فرق، المجموعه الثانيه والاولى والثانيه 5 فرق. وضمت المجموعه الاولى كل من الترجي التونسي وكيمن الكونغولي وفايب الكاميروني والجيش الرواندي، المجموعه الثانيه فتشهد تواجد الزمالك ووداد السماره المغربي وريد ستار الايفواري وفونيكس الجابوني والاتحاد الليبي. الحقيقه في فرق طبعا زي ما احنا شفنا في الخبر في فرقتين هيشاركوا من مصر، الفرقه الاولى طبعا النادي الاهلي حامل اللقب واللي فاز بيه في شهر 10/2016 وكانت اولى بطولات الافريقيه اللي دخلت يعني الحقيقه السنة اللي فاتت، وكانت عارفين طبعا زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين السنة اللي فاتت كانت سنة مميزة في ملوك الصالات والعاب الصالات، 7
بطولات افريقيا ما بين باسكت او سله وطايره ويد وتنس طاوله، ايضا 7 بطولات افريقيا دخلوا دولاب النادي الاهلي. عندنا خبر يخص كمان الطايره، مريم متولي تعود لطائره الاهلي قبل البطوله العربيه. تواصل مريم متولي لاعبه الفريق الاول لكره الطائره السيدات بالنادي الاهلي تدريباتها العلاجيه عقب جراحه الكتف التي اجرتها في الفتره الماضيه. وتخوض مريم حاليا المرحله الثانيه من العلاج الطبيعي للكتف بالاضافه لبدء تدريبات الجري واللياقه البدنيه. واكدت مريم انها تؤدي تدريباتها بقوه وتستعد للعوده للملاعب خلال 3 ايام المقبله، وتحديدا قبل انطلاق منافسات البطوله العربيه ديسمبر المقبل. زي ما كان حمدي صافي معانا، وكان قبلها كمان مريم معانا في البرنامج. مريم كان عندها اصابه تراكميه في الكتف الايمن، والحقيقه كان انسب وقت الجهاز اختار انها تعمل فيه العمليه، وكمان ايضا اللعيبه اختارت الوقت ده اللي هو الوقت الاوف سيزون عشان ترجع تاني على اهم بطوله اللي هي البطوله العربيه في ديسمبر اللي هتستضيفها مصر ان شاء الله غالبا على صاله استاد القاهره. والجدير بالذكر كمان ان يعني بنات الذهب بنات الطايره هم حامل اللقب السنه اللي فاتت. دي صوره طبعا مريم متولي في دي كانت البطوله دي في تونس او البطوله العربيه بطوله الانديه الابطال في تونس كانت السنه اللي فاتت. الصوره دي يمكن من هناك. مريم او اللاعبات الذهب فازوا بالبطوله العربيه السنه اللي فاتت في نهائي مع فرقه المجمع البترولي الجزائري، وكانت مباراه قويه واستطاع النادي الاهلي انه يحسمها. ان شاء الله برضو البطوله ستعاد ايضا تاني في ديسمبر القادم في استاد القاهره على الاراضي المصريه ان شاء الله. في اخبار تاني بيخص العاب القوى في النادي الاهلي. العاب القوى، الاهلي يشارك في سباق الضاحيه بالوادي الجديد. قرر جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي برئاسه ياسر داوود المشاركه في سباق اختراق الضاحيه التي تنظمه محافظه الوادي الجديد في اطار احتفالاتها بعيدها القومي. وكان الاهلي قد تلقى دعوه من محافظ الوادي الجديد للمشاركه في السباق نظرا لمكانه النادي الاهلي في الرياضه المصريه. وجاء في الدعوه ان المحافظه تتشرف باستضافه فريق العاب القوى بالنادي الاهلي للاشتراك في السباق. ومن المقرر ان تغادر بعثه الفريق المكونه من 30 لاعبا ولاعبه والجهاز الفني والطبي والاداري الى الوادي الجديد غدا السبت لخوض السباق يوم الاحد الاول من اكتوبر السابق، والعوده للقاهره يوم الاثنين 2 اكتوبر. الحقيقه كابتن ياسر معانا طبعا رئيس الجهاز، الصوره يعني على الشاشه، كان معانا الحلقه اللي قبل اللي فاتت، حطينا الضوء على العاب القوه، شفنا قد ايه في مجهود بيبذل وفي تضحيات. الحقيقه الناس دي بتضحي بوقتها وبمجهودها يعني بمقابل يعني لا يليق ابدا بتضحياتهم، ولكن النادي الاهلي الحقيقه بيزود وبيزيد في الامكانيات مع العاب القوه من ايمانا بالنادي الاهلي بدوره. النادي الاهلي بس مش ان هو بطولات بتخش جوه النادي الاهلي وخلاص، ولكن هي ايضا زي ما بيقولوا اللبنه الاساسيه للمنتخبات القوميه. لعيبه المنتخب كلهم او اغلبهم بيبقوا من داخل النادي الاهلي في العاب القوه. النادي الاهلي مؤمن بهذه القضيه وبيساند العاب القوه، وكانت طبعا بطوله الوادي الجدير من احد المشاوير او احد خطوه مهمه في مشوار النادي الاهلي في مسانده يعني العاب القوه. الحقيقه دي كانت اخبارنا. عندنا مجموعه من التقارير ايضا المصوره، مش عارف التقارير جاهزه يا جماعه نبتدي فيها ولا لسه. طيب هنطلع للتقرير الاول. يستعد الفريق الاول لكره السله رجال بنادي الاهلي بكل قوه للموسم الجديد من اجل حصد البطولات والفوز بالدوري وكاس مصر في هذا الموسم. الحقيقه قبل بس ما اروح للتقرير عايز اقول حاجه، ان الدوري الباسكت اتاجل لشهر 12 في ديسمبر. الحقيقه يعني القرار ده كان غريب شويه انه فجاه اتاجل الدوري، المفروض المنتخب عنده تصفيات بطوله افريقيا، الكلام ده معروف منذ فتره، كان لابد ان الانديه تخطر بتاجيل الدوري لان طبعا في انديه رفعت الاستعداد القصوى لانطلاق الدوري الاسبوع الجاي، ولكن فجاه تم تاجيله شهرين ونص. كان لازم الكلام ده يبقى بدري شويه عشان الانديه تلحق تستعد وتحط البرنامج بتاعها، لان الحقيقه كده عندنا شهرين ونص الانديه طبعا مش هتبقى عارفه تعمل ايه. ولكن هنروح نشوف التقرير ده فريق السله بيستعد ازاي وارجع لحضراتكم تاني. الدوري السنه دي المفروض الدوري هيبقى قوي جدا جدا. نظام المسابقه اتغير دلوقتي، بقى رايح جاي، ما بقاش زي الاول دورات مجمعه، فدي بتدي يعني فرص اللي هي والانديه اللي هي تلعب يعني على ارضها وبره ارضها، فدي بتغير شكل الدوري يعني بتغير شكل الدوري، ودي بتخلي بقى فعلا يعني الدوري طويل واللي بيخسر بيقدر يعوض، فمش هيبقى في اي تكهنات لسه دلوقتي بادئ قوي على التكهنات. دلوقتي احنا مركزين اول حاجه المفروض هيبقى يعني قبل الدوري كده عندنا بطوله المنطقه، احنا هنمشي السنه دي ان شاء الله خطوه خطوه، عاوزين نبتدي بطوله المنطقه دوري وكاس ان شاء الله، يعني عاوزين كل البطولات السنه دي باذن الله. احنا نستعد جامد جدا السنه دي علينا عبء كبير اللي احنا ان شاء الله نرجع بطوله الدوري اللي احنا ما قدرناش نحققها السنه اللي فاتت.
كلنا مركزين من اول السنه، اول اجتماع مع كابتن طارق يعني ان احنا باذن الله السنه دي عايزين نكسب 3 بطولات. يعني هو بس السبب برضو من الاسباب اللي احنا ما رحناش بطوله افريقيا اللي احنا الفرقه مش عامله اعداد كويس باسم الاهلي، اللي هو ليه اللي احنا نروح نلعب بطوله ولا لعبه بطل افريقيا اللي انت تروح، لان فرقه اوغندا فرقه كبيره. فربنا يكرم ان شاء الله السنه دي باذن الله ويوفقنا ان شاء الله نحقق 3 بطولات يعني نسعد الجمهور ان شاء الله. الاصابه يعني تقريبا خلاص في اواخرها يعني. بنزل كل يوم طبعا في النادي هنا، بعمل حاجات معينه في البرنامج يعني التاهيلي بتاعي، والحمد لله يعني. طبعا كعاده الباسكت يعني موضوع صعب، وفي 5 فرق تقريبا على مستوى واحد، مستوى كويس جدا. طبعا احنا هنجتهد وهنموت نفسينا عشان نحاول ناخد على قد ما نقدر بطولات. طبعا تركيزنا هيبقى على الدوري والكاس ان شاء الله، وربنا يكرم. احنا كنا عاملين فتره اعداد مش عايز اقول قويه جدا، لان نص الفرقه كان في المنتخب ونص الثاني فيهم ناس مصابه من الموسم اللي فات كانوا بيأهلهم. جاء قرار التاجيل لاول اسبوع من ديسمبر بناء على رغبه انديه كتير، احنا من ضمنهم. مش عايز اقول ان في صالحنا، لكن هو في صالح انديه كتير، لان فتره الاعداد اللي فاتت دي معظم الانديه اللي بتنافس على البطوله لعبتها في المنتخب فتره طويله، وبالتالي ما حدش عمل فتره الاعداد كما ينبغي. فبنشكر طبعا الاتحاد المصري ان هو تفهم الموضوع بناء على رغبه معظم الانديه. الحمد لله السنه اللي فاتت احنا خدنا افريقيا، ودي كانت مهمه جدا مش بتتكرر كتير، انما المسابقه المحليه ان شاء الله عينين عليها السنه الجايه باذن الله. طول عمر لعبه الباسكت غير اي لعبه ثانيه، في 5 6 فرق بيكسبوا بعض، يعني اول الدوري بيخسر من سادس الدوري عادي، فطبعا منافسه كبيره جدا، الزمالك والجزيره والاتحاد وسبورتنج وسموحه برضو، فالماتشات كلها جامده طبعا. بس ان شاء الله احنا هنحاول نعمل اللي علينا باذن الله، يعني نحاول نكسب باذن الله الدوري ان شاء الله. طب باذن الله طموحاتي ان احنا ناخد دوري وكاس في سنه واحده، يعني ده انا عن نفسي ده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا لان عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي. بدانا احنا من شهر 7 تقريبا، كان في ناس في المنتخب وكان في ناس مصابه، يعني بدانا نتجمع تاني، في ناس الشركات بدانا هنبتدي بقى نتجمع تاني. موسم صعب السنه دي يعني، فبنستعد كويس يعني، في ماتشات وديه، في احتمال في بطوله القاهره، في معسكرات، كلنا مركزين يعني ناويين نحقق حاجه السنه دي يعني باذن الله. الدوري تاجل لحد شهر 12، فالجهاز الفني ان شاء الله هيعمل ماتشات وديه الفتره اللي جايه، بحيث ان هو الفرقه تلعب اكبر عدد ماتشات وديه مع بعض، ان يحصل انسجام بين الفرقه. وطبعا لعيبه المنتخب بتبقى بتجهز مع المنتخب، بتلعب دورات بطولات خارجيه تحت كاك برضو قوي اليوم. ان شاء الله يبقى موسم كويس لينا ونقدم فيه باسكت كويس ان شاء الله. ان شاء الله نرجع نكسب بطوله الدوري تاني بعد ما غابت عننا السنه اللي فاتت، وبطوله الكاس ان شاء الله، لان دول البطولتين اللي احنا هنشارك فيهم السنه دي، ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله. اكيد طبعا بعد التأجيل الدوري سيتم تغيير الخطه والبرنامج بتاع الفريق الاول لكره السله، وزي ما شفنا الاستعدادات كانت بتجري على قدم وساق لاستعداد الموسم الجديد. معنا التقرير التالي لاعبات الفريق الاول لكره الطائره سيدات تستعد للموسم الجديد ببعض التدريبات اليوميه من اجل رفع اللياقه البدنيه لاعلى مستوى من اجل استعداد الموسم الجديد بكل قوه. خلي بالكم الطائره سيدات بيبقى عندهم 5 بطولات كل سنه، دوري وكاس وفي بطوله عربيه وبطوله افريقيه، تقريبا 4 بطولات. هم ال4 بطولات دول بيخدوهم كل سنه، يمكن البطولات تم حصدها السنه اللي فاتت بالكامل ما عدا بطوله افريقيا. يعني النادي الاهلي خسر اللقب اللي كان محافظ عليه لمده سنتين، ولكن السنه دي الفريق الحقيقه بيستعد عشان استعاده هذا اللقب. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. الموسم الجديد بنستعد له، احنا بادئين من بعد رمضان بنعمل اعداد بدني وبنلعب فولي، واحنا دلوقتي عددنا قليل شويه علشان في ناس كتيره مننا في المنتخب، بس المجموعه اللي موجوده هنا ومعانا كمان ناس من 18 سنه مساعدين معانا، بنتمرن كويس كل يوم 3 ساعات، ساعة ونص جيم وفيتنس وتراك، وساعة ونص كمان فولي. ان شاء الله نقدر، عندنا بطولة عربية في شهر 12، ان شاء الله نقدر نكسبها، وعندنا دوري وكاس
وان شاء الله البطوله الافريقيه احنا ما قدرناش نكسبها السنه اللي فاتت، ان شاء الله نقدر نكسبها السنه دي. احنا بنتم يعني تمارين كتيره مكثفه في اليوم، يعني فيتنس بيبقى كتير عن زمان، لان انا تم تصعيدي من 18 لفيرست، فبيبقى المنافسه بالنسبه لي اصعب يعني. فاحنا بنتم يعني تمارين اكتر وبنزود يعني. هي تبقى اول سنه ليا العب مع ناس كبار، طبعا كابتن نهله وكل دول كانوا كبار قوي ان انا العب جنبهم، فالمنافسه تبقى صعبه بالنسبه لي ان اعرف اقف جنبهم والعب معاهم. والله انا بحاول انفذ التعليمات اللي هم بيقولوها لنا. المفروض ان انت بتبذل مجهود عشان تتصعد، لما تتصعد تبذل مجهود اكبر عشان يبان انك برده كويس في الفرق يعني. ان شاء الله ناخد افريقيا، ناخد الرباعيه يعني باذن الله. احنا الحمد لله يعني كنا خلصنا منتخب، بعد كده جينا احنا تحت 18 سنه، كابتن حمدي صدعنا معاه فوق، عشان ده طبعا بيزيدنا خبره، بنلعب مع لعيبه اكبر مننا سنا وخبره بكتير، كل ده طبعا بيفيدنا مع فرقتنا، فبنحقق انجازات احسن بكتير يعني تحت. ان شاء الله القاهره قربت، وان شاء الله املنا كبير ان احنا ناخد القاهره والجمهوريه، وكمان نحقق حاجات حلوه جدا في فيرست تيم ان شاء الله. شفنا سعادات كابتن حمدي الصافي وفرقته طبعا الموسم الجديد، والتقرير اتعمل من خلال احدى التدريبات اللي كانت على الصاله الفرعيه بنادي الاهلي الجزيره. يعني شغل كل يوم بيحصل في الطايره، بس الحقيقه ان شاء الله يكون السنه دي الاربع بطولات زي ما قلنا 3 من 4 السنه اللي فاتت، السنه دي ان شاء الله 4 من 4. عندنا تقرير مهم عن السباحه برضو، يخوض فرق السباحه بالنادي الاهلي للتدريبات يوميا من اجل نتائج جيده وبطولات في الموسم الجديد. السباحه شغل طول السنه 12 شهر، شغل متواصل، بطولات لا تنقطع من البطوله دي للبطوله دي. الحقيقه عملنا تقرير نشوف السباحه اخبارها ايه، هنتفرج على التقرير وارجع لحضراتكم. احنا عندنا السنه دي خطه، احنا الحمد لله ربنا كرمنا جبنا احسن مدربين، جبنا في كل قطاع، جبنا مدير كره ميه جديد، جبنا مدرب عام في الباليه جديده، عندنا مدير فني للغطس جديد، عندنا مدير قطاع ناشئين في السباحه جديد. فالحمد لله ربنا كرمنا وعملنا صفقات مع مدربين كويسين عشان نغذي القطاع زي ما بيقولوا ونعمل نتائج احسن من كل سنه. احنا جهاز العاب الماء او جهاز السباحه في النادي الاهلي الحمد لله نتائج السنه دي كانت على ما يرام، وان شاء الله بمشيئه الله الفتره اللي جايه هنوصل للناس يعني ايه سباحه في النادي الاهلي ويعني ايه التعب. ربنا ما بيضيعش مجهود حد، فربنا ان شاء الله بمشيئه الله هنجتهد وربنا هيعوضنا خير ان شاء الله. احنا ان شاء الله الموسم دوت يعني احنا بنعد الموسم استثنائي، احنا بقى لنا سنتين بنعمل اعداد بنجهز الفرق. بدايه الموسم احنا السنه دي اتاخرت شويه عشان انتخابات اتحاد السباحه، انما احنا جاهزين وعاملين استعدادات كويسه. بالنسبه للسباحه طبعا احنا عاملين استعدادات ان شاء الله السنه دي نكمل مسيره السنه اللي فاتت، مسيره الانجازات، ونفضل متربعين على عرش السباحه في مصر. برضه نفس الكلام بالنسبه للغطس والباليه المائي، احنا السنه دي في الغطس احنا عملنا استعدادات كويسه جدا، قدرنا نتعاقد مع كابتن طارق جمعه مدير فني للنادي، وده يعتبر احسن مدرب غطس موجود في مصر حاليا، وقدرنا نتعاقد مع كابتن اسامه كوستا لقطاع الناشئين في الغطس، ودول ان شاء الله يعني هيعملوا طفره في لعبه الغطس في النادي. جهاز السباحه طبعا بيمدنا بكل المساعده، بيحاولوا يعني يعملوا لنا دورات تدريبيه، بيجيبوا مدربين كبار، في احنا في صدد نجيب مدرب كبير برضه يعمل دورات تدريب للمدربين، بصدد ان احنا نشترك في بطوله كمان بره ان شاء الله بعد الفتره اللي جايه بعد شهر 11، وان شاء الله يعني الدنيا تبقى الطف في الفتره اللي جايه، لان طبعا انت عارف مواعيد دخول المدارس مع البطولات بيبقى الموضوع عندنا فيه صعوبه شويه ان احنا نخلي السباحين يبقوا موجودين فتره طويله في التمرين. لعبه السباحه لعبه محتاجه قلب جامد ومحتاجه اخلاص كبير، واحنا عندنا الحقيقه فرق طالعه مستوى كويس جدا، ان شاء الله هتعمل حاجات كويسه جدا الفتره اللي جايه، وهتكمل الامجاد بتاعت السباحه اللي احنا دايما متعودين عليها.
معنا خبر كمان بيخص ألعاب الماء. يخوض الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي تدريباته يوميا استعدادا للموسم الجديد والتتويج بالدوري والكأس هذا الموسم. خلينا نشوف كرة الماء بتستعد ازاي وارجع لحضرتك تاني. احنا الحمد لله ابتدينا من شهر 8 اللي فات شغالين تمارين كل يوم. قاعد نبتدي فتره الاعداد بتاعتنا, ابتدينا التمارين بتاعتنا علشان نبتدي نجهز للموسم الجديد ان شاء الله وربنا يكرمنا باذن الله. المنافسه قويه الحقيقه ما بين الاهلي وهليوبلس والجزيره, وهم دول الثلاثه اللي دايما بيتبادلوا الدوري ما بينهم, وان شاء الله ربنا هيكرمنا السنه دي يعني وناخد نجيب الدوري لبيته يعني نرجعه بيته تاني. المدير الفني عمل نظام جديد ماشيين عليه, وعندنا المدير العام كابتن محمود حسن يعني كلنا ماشيين تحت تعليماته, والمدرب العام كابتن سيف. الدنيا ماشيه ان شاء الله يعني هنبقى في مستوى متقدم زي كل سنه وربنا يكرم ونقدم اللي فيه الخير. نظام الدوري الجديد اصلا هيبقى ماشي بنظام دور اول ودور ثاني وثلاثه بلاي اوفز, فبيبقى المنافسه صعبه طول الدوري من اوله لاخره. النادي الاهلي طول عمره معودنا على الصداره وطول عمرنا يعني ابناء النادي الاهلي, و يعني اجمل منظمه ممكن تلعب فيها عشان كل واحد مختص بدوره. بس الفرقه السنه دي ماشيه كويس, التمرين ماشي كويس, ابتدينا فترة اعداد من اول 9, الناس كلها ملتزمة كله بيجي. ان شاء الله السنة دي تبقى احسن من اي سنة ان شاء الله, ومنافسة بتبقى قوية جدا كل سنة وبتتحسم في اخر وقت يعني بتتحسم في اخر ماتش تقريبا يعني. ان شاء الله السنة دي يعني نتمنى ان احنا ربنا يوفقنا ونحقق بطولة الدوري اللي غايب عن النادي بقالها كتير يعني. احنا ماشيين كويس قوي السنة دي الحمد لله, بادين فترة اعداد قوية جدا صبح وبعد الظهر, ساعة كمان في صبح وبعد الظهر وبالليل, شغالين على مستوى عالي جدا. ان شاء الله يعني قدامنا شهرين وخلاص فتره الاعداد الاساسيه باذن الله للموسم الجديد. ان شاء الله نفسنا باذن الله ناخد البطوله, بطوله الدوري وبطوله الكاس, وان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب, ولو في بطوله عربيه ان شاء الله نقدر نحققها ان شاء الله. السنه دي اول سنه هتبقى ما فيش فيها محترفين, فاولاد النادي هم اللي لعبوا سواء في النادي الاهلي او هليوبلس او جزيره, وان شاء الله بالتوفيق لينا باذن الله والدوري يبقى في النادي الاهلي يعني. ان شاء الله نرجع الدوري بيته النادي الاهلي, ويعني نجمع بين الدوري والكاس, هي دي الطموحات القريبه, وطبعا الطموح الكبير اللي احنا ان شاء الله في اولمبياد 2020 في كره الميه مع منتخب مصر يعني. فرقه النادي الاهلي في الدرجه الاولى كره الميه, لعبه كره الميه بتبقى يعني درجه صعوبتها عامله ازاي, بنحتاج فتره اعداد يمكن اطول من رياضات تانية كتير, فعشان كده احنا اوريدي بادئين الموسم تقريبا ممكن من نص الصيف بنبدا, وبنبدا ماتشاتنا في الشتاء يعني بناخد حوالي 3 4 شهور فتره اعداد. لعبه عنيفه, منافسه فيها يعني في 3 4 انديه في مصر بننافس على البطوله كل سنه, ويا مساعد يعني ادينا بادئين لسه فتره الاعداد بقالنا يمكن شهرين دلوقتي. في شباب دعمنا الفرقه السنه دي بعناصر صغيره من السن الصغير, ودي يمكن بقالها سنين ما حصلتش في النادي الاهلي. اللعيبه بتاعتنا الحمد لله كلهم رجاله من اصغر واحد فيهم لحد اكبر واحد فيهم, هي لو ليا رساله صغيره فهو يعني كل واحد بس يعمل اللي عليه والتوفيق من عند ربنا. الموسم ده مختلف عن المواسم اللي قبل كده من ناحيه حاجات كتير جدا. كان في عناصر عندنا مصابه رجعت, فاحنا دلوقتي في 5 تجوان عندنا في الدرجه الاولى ودي حاجه كويسه. الالتزام الحمد لله على اعلى مستوى, الولاد كلهم عندهم تارجت ان شاء الله ان احنا يعني ناخد الدوري وكاس السنه دي. الجهاز الفني عندنا كابتن وليد عزت وكابتن محمود حسن مدير الجهاز, اضافه قويه جدا, ومجلس الاداره يعني ما بيبخلش بجهد عننا في اي حاجه, ان احنا كل اللي بنطلبه الحمد لله بنلاقيه بالنسبه للادوات, مواعيد تمرين, لو معسكرات, لو اي حاجه الحمد لله بنطلبها بنلاقيها. واللعيبه ان شاء الله تبقى عند حسن ظن مجلس الاداره والجهاز الفني ويعملوا ان شاء الله اللي عليهم واكتر السنه دي ان شاء الله. احنا بنلعب باسم النادي الاهلي, والنادي الاهلي كبير, النادي الاهلي مش محتاج البطوله اللي احنا هنعملها على قد ما احنا اللي محتاجين البطوله دي علشان تتضاف في تاريخنا وتتحط في انجازات النادي الاهلي. تابعنا نشاط العاب الماء او كل سباحه والعاب الماء. هطلع فاصل سريع مع حضراتكم واستقبل ضيفي الاول الاستاذ فايز غريبي رئيس نادي طنطا. الحقيقه الراجل كان ليه دور كبير في الفتره اللي فاتت وتواجد على الساحه بشكل كبير في قضايا مهمه هنبحثها معاه, ولكن اثناء الفاصل هنطلع نشوف لايف او لقطات حيه على الهواء مباشره من تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في سوسه. التدريب ابتدى دلوقتي, هنشوف خلال الفاصل لقطات حيه ونرجع نستكمل حوارنا مع ضيفنا الاستاذ فايز غريبي.